هنبدأ تصوير إن شاء الله مسلسل مصطفى شعبان بإذن الله أبو البنات، وأول مرة بتعامل مع كل فريق العمل من الأستاذ المخرج رؤوف عبد العزيز لأستاذ مصطفى شعبان لشركة الإنتاج أستاذ هاني كشكوش وأستاذ تامر مرسي، فأنا مبسوط جدا بالتجربة. في أستاذ عبد الرحمن أبو زهرة، ده المعلومات اللي عندي حتى الآن. هيبدأ التصوير إن شاء الله أول فبراير، لأن التحضير خد وقت شوية، وبإذن الله مسلسل يعني لايت كوميدي جميل. كل الدنيا رمضان، يعني هو حاليا الموسم كله شغال على رمضان. أما السينما بقى بتبقى خاضعة للظروف، التوزيع وكده بتنزل في أي وقت، ما حدش عارف. إنما عندي فيلم اسمه دعدوش فاضل فيه 3 أيام تصوير إن شاء الله، وبرضه يعني بعتبره تجربة كوميدية. في دعدوش معانا كلهم يعني بطولة جماعية، شباب: مدحت تيخة، ميرهان حسين، أمير صلاح الدين، ياسر الطبجي، كريم أبو زيد، محمد فاروق شيبة، عمرو عبد العزيز، كلهم شباب ومن الشباب الكوميديانات المعروفين المحبوبين يعني.